وصول لاعبي منتخب الجزائر الخضر إلى مركز سيدي موسى استعدادا لمباراتي النيجر في تصفيات كأس العالم 2022. بالصور الخضر يصلون سيدي موسى وكابال وعمورة يصنعان الحدث. دخلت عناصر المنتخب الجزائري المعنية بالمشاركة في التربص التحضيري للمواجهة المزدوجة أمام النيجر لمركز سيدي موسى. وعلى غير العادة لم تكن كل الأضواء مسلطة على رياض محرز وبقية النجوم، بل على الصاعدين والوافدين الجديدين لمحاربي الصحراء إيلان كابال ومحمد الأمين عمورة. وكان الثنائي الشاب قد استدعي في آخر لحظة من طرف جمال بالماضي بعد الإصابة التي تعرض لها آدم والناس، والتي أجبرته على تضييع فرصة العودة لتشكيلة أبطال أفريقيا. دي طبعا كانت بعض لقطات اللي بنعرضها أمامكم على الشاشة لوصول المنتخب الجزائري إلى مركز سيدي موسى استعدادا لمباراتي النيجر في تصفيات كأس العالم. والخبر اللي كان على موقع النهار بيقول إن على غير العادة كانت الأضواء مسلطة على النجوم الشباب الجدد الذين انضموا إلى المنتخب الجزائري في الفترة الأخيرة وفي اللحظات الأخيرة قبل أو بعد الإعلان عن القائمة بوقت بسيط جدا، وهو اللاعب الشاب إيلان كابال واللاعب محمد الأمين عمورة. وخافت أو خفيت الأنظار عن النجوم الكبيرة زي رياض محرز وسعيد بن رحمة وغيرهم، وكل التركيز كان عن النجوم الشباب اللي أول مرة ينضموا للمنتخب الجزائري. أسيبكم مع الصور، صور وصول اللاعبين إلى مركز سيدي موسى، وأيضا أول حصة تدريبية واستعداد المنتخب الجزائري لهذه المباراة. وشارك في الحصة التدريبية كل من المصابين جمال بالعمري طبعا ما شاركش في هذه الحصة التدريبية، وأيضا إسلام سليماني اللي تدربوا على انفراد، فيما غاب بن سبعيني وفغولي مثلما أشرنا طبعا لإصابتهم قبل كده. يعني الحصة التدريبية الأولى للخضر بمركز سيدي موسى شهدت غياب كل من إسلام سليماني وجمال بالعمري، تدرب على انفراد، وأيضا غاب بن سبعيني وفغولي للإصابة. يعني عندنا دلوقتي 4 إصابات، 2 خفاف و2 كبار شوية. الاثنين اللي اصابتهم كبيرة رامي بن سبعيني وسفيان فغولي، واللي اصابتهم خفيفة وتدربوا النهاردة تدريبات خفيفة هم كانوا اسلام سليماني وجمال بالعمري. نتمنى لهم ان شاء الله الشفاء العاجل والعودة سريعا لمنتخب الجزائر، لان طبعا مباراة النيجر ذهابا وايابا هتحتاج كل اللاعبين. يعني جمال بالماضي هيحتاج كل اللاعبين يكونوا مستعدين وجاهزين عشان يبقى معاه اوراق رابحه على دكه البدلاء. تالق كبير جدا ليوسف بليلي وسعيد بن رحمه في الاسابيع الاخيره. رياض محرز بيعاني من عدم اللعب في مانشستر سيتي، اعتقد ان رياض محرز هيحتاج تاهيل نفسي من الكوتش جمال بالماضي. ايضا شفنا صوره كانت جميله جدا من جمال بالماضي من مركز سيدي موسى مع احد العمال المشاركين في التصوير، وطبعا في ترتيب العمال اللي موجودين في ملعب او في ترتيب الحصه التدريبيه ومركز سيدي موسى، وكانت صورة جميلة جدا للكوتش جمال بالماضي. طبعا كان في بعض التعليقات وبعض الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي عن غياب كل من ديلور ورشيد غزال، ولكن كل الدعم للكوتش جمال بالماضي وكل الدعم لاختيارات الكوتش جمال بالماضي. طبعا وصل لاعبي المنتخب الجزائري النهاردة لمركز سيدي موسى 4 أكتوبر، اعتقد ان بكرة هيبقى في منطقة مختلطة مع الصحافة. 5 أكتوبر هيكون في حوار صحفي ومنطقة مختلطة مع جمال بالماضي والصحفيين ايضا بمركز سيدي موسى. يوم 7 أكتوبر هيكون في ندوة صحفية للناخب الوطني جمال بالماضي بداية من الساعة 11 صباحا. واعتقد ان الناخب الوطني لمنتخب الجزائر والكوتش جمال بالماضي منزعج جدا من تسريب اخبار راتبه
من الجزائر. يعني هو كان في طبعا خبر طلع وتسريب عن راتب جمال بالماضي، وجمال بالماضي منزعج جدا من الاخبار اللي تم تسريبها، وهيكون في زي ما قلت لكم منطقه او اختلاط الصحافه مع اللاعبين ومع الجهاز الفني هيكون بكره اللي هو 5/10/2021. لكن يوم 7/10/2021 هيكون في ندوه صحفيه للكوتش جمال بالماضي. كل التركيز زي ما قلت لحضراتكم على الصفقات او على على العناصر الجديده اللي انضمت الى المنتخب الجزائري، محمد امين عموره وايلان كابال طبعا، واوكيدجا ايضا موجود، اوكيدجا اللي كان طبعا تالق في الدوري الفرنسي وصاحب اللقطه الشهيره امام نيمار وامبابي. اعتقد ان كل الامور ان شاء الله تبشر بالخير ما عدا بس الاصابات، ولكن ان شاء الله يتم تاهيل اللعيبه ويقدروا من هنا لحد يوم المباراه ان هم يكونوا جاهزين للمشاركه في هذه المباراه، ويكون منتخب الجزائر جاهز على اتم الاستعداد للفوز في مباراتي النيجر والوصول باذن الله بعد كده لكاس العالم. بنتمنى التوفيق لتشكيله منتخب الجزائر ايا كان مين اللي هيلعب، كل الدعم. والجمهور الجزائري بسم الله ما شاء الله جمهور واعي جدا، جمهور فاهم جدا، هيكون مساند لجمال بالماضي ويكون مساند للفرقة بكل ما أوتي من قوة. وأعتقد أن جمهور الجزائر عنده أي لاعب يرتدي قميص منتخب الجزائر فهو يمثل منتخب الجزائر، وبالتالي مش هيفكروا في أي لاعب كان غايب أو أي لاعب مش موجود. أما بالنسبة للاعب الوافد الجديد إيلان كابال، الميلاد 10 جوليا 1998، بمارسيليا فرنسا، المنصب وسط ميدان هجومي، القدم اليسرى، بيلعب بالقدم اليسرى يعني لاعب مهاري ما شاء الله. الفريق الحالي هو ستاد ريمس الفرنسي، بيشارك في أو موجود في المركز الثامن في الدوري الفرنسي. المشوار الدولي منتخب الجزائر لأقل من 20 سنة، يعني شارك مع منتخب الجزائر أقل من 20 سنة. لعب هذا الموسم في الدوري الفرنسي 9 مقابلات من أصل 9 مقابلات، يعني لعب كل الماتشات ما شاء الله، ما عندوش بطاقات صفراء ولا بطاقات حمراء، سجل هدف واحد وقدم 3 تمريرات حاسمة. ياريت في آخر الفيديو بعد إذنكم اعملوا اشتراك في القناة عشان تتابعوا معنا كل الأخبار الجديدة اللي هننزلها في الفترة اللي جاية عن منتخب الجزائر واستعداده لمباراتي النيجر. ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وعايز توقعاتكم للتشكيلة المحتملة لمنتخب الجزائر أمام النيجر في المباراة القادمة، أيضا رأيكم في الاختيارات، أيضا توقعاتكم لنتيجة المباراة. إن شاء الله نتوقع جميعا فوز منتخب الجزائر ووصوله إلى كأس العالم بإذن الله، وكل التوفيق للمنتخبات العربية كلها، ونشوف عدد كبير جدا من المنتخبات العربية موجود في كأس العالم الفترة اللي جاية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.